أكد المنتج الحصري لأعمال جليل باليرمو طارق حشمان ونفى كل الإشاعات الكاذبة للدولة في مواقع التواصل الاجتماعي أمس على أن صاحب الأغنية الجميلة كوراج أهيا قلبي كوراج جليل باليرمو اعتزل الغناء كما أشيع وادعى. وأكد مالك شركة سكاي برود أن هذا مجرد إشاعات وادعاءات وتصنعها صفحات تريد إحداث البوز وجمع عدد كبير من المشاهدين. وكانت صفحات عديدة وكثيرة نشرت أمس خبر كان مفاده أن باليرمو اعتزل الغناء على طريقة الشاب رامي، وزعمت أنه سيعلن خلال نحو قصير اعتزال الغناء ورجوعه إلى الطريق الصواب.